لو قدرنا نحافظ على اللعيبه دي اسطوره ولعيب كبير مهما يحصل. الفرقه النهارده كلها كانت رجاله جدا، قدرنا نعوض هزيمه في الماتش الاولاني، بنشكر جماهيرنا والحمد لله على المكسب. احنا فضلنا مع بعض وفضلنا عارفين احنا كنا واثقين في نفسنا، واثقين في يعني في التعليمات اللي واخدينها، واحنا كنا عارفين احنا نرجع بشخصيتنا. احنا الحمد لله متفوقين اخر فتره محليا، وان شاء الله لسه يعني اللي جاي برضو بتاعنا البطوله لسه ما خلصتش، النهارده لسه سيمي فاينل، تركيزنا كله يبقى في الفاينل. بس انا الحمد لله كانت روحنا حلوه جدا النهارده وكنا متحمسين جدا، لان اللي حصل الماتش اللي فات من لعيبه الاتحاد ما كانش احنا بالنسبه لنا يعني حمسنا اكتر، ان هم كانوا قبل ما الماتش يخلص بيحتفلوا وبيرقصوا جوه الملعب وحصل استفزازات كتيره، بس احنا كنا هادين خالص وركزنا جوه الملعب وردينا جوه الملعب الحمد لله. بشكرهم جدا، هم اللعيب رقم واحد، هم احسن لعيب في الماتش، وهم يعني هم احنا هم السبب الاساسي بعد ربنا بالمكسب الحمد لله.